أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية والزراعات عموما، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى محتاج نتكلم عن عنصر البوتاسيوم. اتكلمنا قبل كده عن عنصر النيتروجين والمصادر بتاعته واستخدامه من قبل النبات، اتكلمنا عن عنصر الفسفور واستخدامه والمصادر بتاعته واستخدامه من قبل النبات. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن عنصر البوتاسيوم. البوتاسيوم يا جماعة من العناصر الكبرى، وقلنا من العناصر الكبرى يعني بيحتاجه النبات بكمية كبيرة، ولا فرق بين الكبرى والصغرى، إلا إن العناصر الكبرى بيحتاجها النبات بكميات كبيرة والعناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكميات صغيرة، ولكن من حيث الأهمية عنصر المولبدنم زي وزي النيتروجين، عنصر الحديد زي وزي البوتاسيوم، عنصر البورون زي وزي الكالسيوم. في الأهمية يا جماعة العناصر الكبرى هي في أهميتها زي العناصر الصغرى. طيب، فبيعتبر البوتاسيوم من العناصر الكبرى اللي بيحتاجه النباتات بكمية كبيرة، وخاصة النباتات الضرنية أو المحاصيل الضرنية اللي هي زي البطاطس وزي البطاطا وخلافه. قلنا الكميات اللي بيحتاجها النبات من النبات طماطم مثلا بيحتاج من البوتاسيوم قد إيه. قلنا قبل كده البوتاسيوم ده هو أو أي عنصر يا جماعة عشان أقدر احتياجات المحصول لي، قلنا بيتقدر على كذا حاجة، ممكن تقدره على حسب فدان، ممكن تقدره على حسب عدد نباتات، في ناس بتقدره على توتال ييلد أو محصول نهائي، الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده. بمعنى إن أنا مثلا لو عندي بيت زي ده هو الكثافة النباتية فيه مثلا 5000 نبات، تمام؟ ممكن بيت زي واحد حاطط 7000 نبات، تمام؟ فأنت بتقدر على إيه النهاردة؟ بتقدر على عدد النباتات اللي موجودة، ولا على مساحة بيت أساسا أو مساحة أرضية، أو على محصول أنت هتاخده من الآخر. أنت ليك مطلق الحرية، ولكن أفضل النظريات ليا بأمانة الله ان انا لو الفدان الطماطم او لو عندي البيت ده هو تسي هينتج لي، متوقع منه ان هو هينتج لي، وده كلام العلماء بتوع الخضر وبتوع الاراضي كمان، لو البيت ده هو او فدان طماطم هينتج لي سي 50 طن طماطم، فبنقول احتياج الخمسين طن طماطم من البوتاسيوم كل طن بيعمل إزاحة أو بيحتاج عشان ينمو ويبقى محصول كويس وجودة كويسة، كواليتي عندي ممتاز، محتاج 3.8 كيلو جرام كي تي او اللي هو أكسيد بوتاسيوم، تمام؟ طيب باجي اخد الكميه دهيت، عايز اخدها من ايا كان نترات بوتاسيوم، اخدها من بوتاسيوم صلفيت زي ما انا عايز اخدها، وبناخد الكميه دهيت، قلنا بنضرب ال 3.8 اللي هو احتياج كل طن من البوتاسيوم في ال 50 طن ده هم، وبنقول مثلا هم 150 160 170، بنبدا نقول بنحدد الكميه بتاعتي، وبقول والله انا محتاج مثلا 190 كي تي او للفدان الطماطم ده هو، وبناء عليه ببدأ في الإضافة بتاعتهم، بضيف التلت زي ما اتفقنا قبل كده في الخدمة الأرضية السويل بريبريشن. بعد كده يا جماعة بنبدأ المرحلة اللي زي دي، أنا مش محتاج فيها بوتاسيوم خالص، أنا مش محتاج فيها بوتاسيوم. ليه؟ البوتاسيوم اللي موجود اللي أنا حطيته في خدمة الأساس وإضافات العشرين عشرين اللي أنا بحطها، كل دي هتكون كافية للنبات في المرحلة ده، هي كمية البوتاسيوم اللي موجودة هتكون كافية لأن النبات يمارس حياته الطبيعية جدا جدا جدا، والدنيا معها هتبقى كويسة خالص، مش محتاج أنا في المرحلة ديت اللي مرحلة الشهر الأول دي أو الأربعين يوم الأولانيين دول، أنا مش محتاج فيهم لبوتاسيوم خالص، ممكن أكون محتاج لفوسفور عالي، ولكن بوتاسيوم أنا مش محتاج فيهم
بعد كده مع مرحلة دخول مرحلة العقد والإزهار وما بعد العقد بقت مرحلة التطور أو الفروت ديفلوبمنت، تطور الثمرة نفسها، أبدأ في إضافات عالية لعنصر البوتاسيوم، ولكن بحذر لأن البوتاسيوم من العناصر اللي بتستخدم من طرف النبات كاستخدام مترف لوكسري كونسومبشن. فبنبقى بس حذرين في الإضافات الأرضية. وقلنا إن إحنا المبدأ بتاعنا من الأول إن أنا أحط كميات كبيرة مع الاستمرارية بتاعتي، يكشى سمت كل يوم ما فيش مشكلة، طالما النبات بيتطلب معايا مية ما فيش أي مشكلة خالص إن أنا بضيف كميات صغيرة وبتبقى بصفة مستمرة، ودي أفضل حاجة عشان ما يحصلش غسيل للعناصر. وعلى فكرة عنصر البوتاسيوم أجمع برضو بعض العلماء إن هو وأساتذتنا إن هو بيحصل له غسيل في الأراضي الرملية رغم إن هو يحمل أيون، يحمل الشحنة الموجبة. بعد كده يا جماعة قلنا الـ البوتاسيوم من أعراض النقص بتاعته بسهولة جدا إن بيبقى فيه على الأوراق المسنة سواء للطماطم أو للخيار، بتظهر إصفرار يشبه عملية بيسموه الاحتراق. بيظهر الاصفرار ده هو بعد كده بيبدأ فيه جفاف الأوراق السفلية. ده أكبر دليل على نقص عنصر البوتاسيوم في النباتات. بس لازم نفرق بين عنصر البوتاسيوم وبين ممكن يكون عندك أعراض ملوحة برضو تقريبا بتكون مشابهة له، إن هو برضو الحواف بتاع النبات بتلاقيها فيها احتراق كده ظاهر، وخصوصا في حاجة زي نبات الخيار. قلنا البوتاسيوم طبعا قلنا هو العنصر الجوكر في النبات، وله أهمية كبيرة في عملية انقسام الخلايا، بينظم عملية نفسية الأغشية في النبات. البوتاسيوم يا جماعة من العناصر اللي هي بتتحكم في عملية فتح وغلق الصغور، وبالتالي تنظيم المحتوى المائي للخلية النباتية أو للنبات عموما. لو حصلت ظروف معاكسة فبيطلع البوتاسيوم بيكون له دور كبير، لأنه تقريبا كما ذكر بعض العلماء إن هو بيدخل في تركيب أو مساعدة 50 إنزيم داخل النبات، على أن هي الإنزيمات دي تقوم بالوظائف بتاعتها كاملة داخل النبات. المهم يعني ما يخص المزارع أو ما يخص الرجل التيوبرز اللي عايز ياخد الـ 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 اللي هي المعلومات اللي هي الصغيرة دهيا، ما يخصه إلا إن هو البوتاسيوم بيكبر حباية الطماطم، بيكبر حباية الخيار وهكذا. ده اللي يخص حباية الكنتالوب، حباية البطيخ بيكبرها وبيخلي الصفات بتاعتها تمام التمام. لو لقيت ثمر الطماطم ما عليهاش نضج متلطخ كده أو الكلاستر منتظم في السايز بتاع السايز الحجم بتاع الفروت ومنتظم في الجودة بتاعته، اعرف ان البوتاسيوم عندك الدور بتاعه منضبط جدا. بنحتاج يا جماعة للبوتاسيوم بكميات عالية في الأراضي الرملية زي ما قلنا، لأن الأراضي الرملية لا تحتوي على طين، وبالتالي محتواها من البوتاسيوم، وخصوصا لو بتتزرع على أول مرة محتواها من البوتاسيوم بيكون صغير جدا، بعكس الأراضي بتاع الدلتا النيل أو الأراضي اللي بتحتوي على معادن الطين، بالتالي بيكون عليها بوتاسيوم كامل الإذابة أو ميسر بكميات كبيرة، ودي معروفة لدى الجميع. بعد كده يا جماعة قلنا هنقسم بس قصة البوتاسيوم دهيا لكذا مرحلة عايز أشوفهم. قلت المرحلة دهيا أنا مش محتاج فيها بوتاسيوم، كفاية علي البوتاسيوم اللي موجود في المرحلة دهيا، كفاية أول 20-20 اللي أنا بضيفه. تمام. طيب طب في المرحلة دي بقى يا جماعة محتاج لبوتاسيوم ولا محتاج مش محتاج بوتاسيوم؟ لا، ده النبات عايز يتنقع في بوتاسيوم. تمام. بمعنى برضو ان انا لازم احط احتياجاتي من البوتاسيوم، لان عندك زي حضرتك ما انت شايف كده التزهير والدنيا كويسة معاك، الخيارة دي هتتجمع بعد يومين او بعد يوم بالضبط، يعني بكرة الصبح تتجمع، فبالتالي محتاجة بوتاسيوم. كل الدنيا دي كلها محتاجة محتاجة بوتاسيوم عالي يا جماعة، ما ينفعش. فالمرحلة دي بنتطلب لبوتاسيوم يكون كويس، ومستوى بوتاسيوم بيكون عالي جدا في النبات، لابد في المرحلة دهيا. تمام.
ف شايف كل الجديد وعندك قديم. انت بتجمع طبعا يوم ويوم في الصيف او يومين ويوم في الشتاء، فالانتاجيه عاليه وبالتالي استنزاف العنصر من طرف النبات بيكون عالي ايضا. وبالتالي يا جماعه لابد انك انت عايز تاخد محصول كويس، فلابد انك دي محتاجه بوتاسيوم، دي محتاجه بوتاسيوم، دي محتاجه بوتاسيوم. لو طلعنا فوق هلاقي دي محتاجه بوتاسيوم، دي كل ده محتاج بوتاسيوم، وده هو كل اعتقد كل الاخوة عارفينه. ففي المرحلة دي بنحتاج لي بوتاسيوم عالي. لو ما كفاش حتى للسعر المتصفية بتاعت الجدر، مع ان انت لو ابتديت تغذي كويس الدنيا هتبقى معاك كويسة، والمستوى بتاع البوتاسيوم لو كويس من الاول مش هيحصل عندك مشكلة. ولكن فرضا لو حصل في المرحلة دي، هي طبعا بتبقى انتكاسة جامدة للمحصول، لان مشاكله بتكتر مع تقدم النبات. وعارفين احنا مع تقدم النبات جميع العناصر الغذائية بتبدأ ان هي تقل شوية، فبالتالي بتحصل لنا مشاكل كبيرة. فأرجو من الإخوة في المرحلة دهيا يريد تحط احتياجاتك من البوتاسيوم كويس، وبرضو ما تكترش بوتاسيوم قوي، عشان قلنا حاجتين هو ممكن يضد بعض العناصر الأخرى. وكمان يا جماعة بيحصل لكشري كونسمبشن اللي هي عملية الإسراف المترف داخل النبات. فالمرحلة اللي أنا فيها دهيا محتاج بوتاسيوم بوتاسيوم بوتاسيوم، ده اللي انا عايز اقوله في المرحله ده هي. تمام. طيب قلنا ممكن يكون النقص بقى بتاع البوتاسيوم بيجي لك على هنا، هوفي الورقه المسنه دي بالذات وتبدا عمليه. هنا عندناش نقص بوتاسيوم؟ لا 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 يا عم عندنا ان شاء الله. بتحصل هنا بقى يا جماعه، بيحصل فيه حروق هنا. تمام. اصفرار الاول، بعد كده الاصفرار ده بيبقى عليه نقط بنية كده على الحواف بتاعت الورقة كده، وبتبدأ بعد كده الورقة تنشف، لأن مع نقص البوتاسيوم بيتحرك البوتاسيوم من الأوراق المسنة بيطلع على الأوراق العليا. تمام. حبايبي بس أنا عايز أذكر بحاجة، حاول تفرق بين الاصفرار بتاع نقص البوتاسيوم والاصفرار بتاع او الحروق بتاعت الملوحة العالية في النبات، والاصفرار بتاع ورقة مسنة زي ده. هي ده الطبيعي ان هي خلصت دورها وما عادش لها دور اصلا في النبات، دي ما عادش محتاجينها في حاجة. ده اللي انا بودي ان انا اقوله في عنصر البوتاسيوم. تمام. طيب نشوف الطماطم. طيب اصدقاء هنا بقى محتاجين بوتاسيوم. احنا جينا على الطماطم، طب محتاجين بوتاسيوم ولا مش محتاجين بوتاسيوم؟ في المرحله دهيت عندك الدنيا ابتدت الثمار دهيت عايزه نبدا في تطور جامد فيها، فنبدا باضافه كميات عاليه من البوتاسيوم مع مضاهات العناصر الاخرى برضو، بحيث انه ما يحصلليش ان عنصر يزيد على حساب عنصر فيوقف الثاني، عملية التضاد اللي احنا عارفينها. فبنبدأ يا جماعة نسمد بوتاسيوم عالي في المراحل دهيت. قلت في المرحلة الصغيرة انا وريتها لكم، مش عايز انا محتاج ده هو برضو يكبر اهو. الازهار ديت برضو ناخد منها ان شاء الله بإذن الله تعالى نصيبنا. فلابد ان انا عملية التسميد البوتاسيوم عندي يكون عيني في وسط راسي للحاجات الكويسة دهيت، وخصوصا عنصر البوتاسيوم. تمام. دي يا جماعه طول ما انت ماشي فوق هتلاقي الثمره دي، ممكن دي تكون وصلت لمرحله اكتمال النمو والتلوين، مش محتاجه عاد بقى بوتاسيوم ان هي ايه هتبدا تحمر وخلاص، ما عادش اي مشكل كده. ان في مرحله اكتمال النمو يا جماعه الثمره دي مش هتزيد لا في الحجم ولا هتزيد اساسا في الوزن، خلاص هي كل اللي مستنيها على الشجره عمليه تحويل صبغات بس من اللون الاخضر للون الاحمر. بس اللي هنا محتاج طبعا، هنا محتاج طول ما اطلع فوق النبات هلاقي كل ده هو محتاجين لعمليه البوتاسيوم، ولذلك البوتاسيوم ضروري ضروري ضروري. طيب نيجي بقى يا جماعة زي ما قلت قبل كده، ان احنا عشان محتاجين بروتين، مثلا الانسان محتاج بروتين، فبنقول له والله كل لحمة او كل سمكة او كل بيض. طب ليه؟ لان المصادر بتاعت البروتين موجودة بكثرة في الحاجات دهيا. طيب لو بروتين نباتي بنقول والله عندك فول الصويا وعندك اللوبيا فيها والفاصوليا البقوليات عموما. طيب لما النبات محتاج حاجة زي البوتاسيوم،
فالبوتاسيوم برضو ليه مالتي سورسز او مصادر عديده. تمام، فعندنا كذا مركب فيهم بوتاسيوم. البوتاسيوم مثلا، بس يا جماعه ناخد بالنا من حاجه، يا ريت لكل مرحلة لها المصدر اللي ممكن نضيفه فيها. يعني الجرانيولر رهوان أو المحبب، الجرانيولر رهوان أو المحبب ده الكي تي أو فيه أو خامس أو أكسيد البوتاسيوم بيبقى فيه في حدود 50%. تمام، بوتاسيوم صلفيت هوت، ماشي. ده يا جماعة بيمكن إيه؟ ده بيمكن استخدامه، تمام، في السويل بريبريشن او الاعداد الارض للزراعه، اثناء ما اعداد الارض للزراعه، حاجه زي البطاطس شرها للتسميد البوتاسي، حاجه زي الطماطم، حاجه زي الخيار، اي خضر بنحط لها او بنجهزها في التربه. فبالتالي بنبدا نحط لها حضرتك ايه، بنحط لها المادة العضوية بتاعتنا وبنعمل خلطة بنضيف فيها البوتاسيوم صلفيت دهون اللي موجود قدام حضرتك، وبيكون على صورة الجرانيولر أو المحبب. دي بتكون صعبة شوية في الدوبان، ولذلك ما بنحبش نستخدمها يا جماعة في الأسمدة الري بالتنقيط أو دريب إريجيشن، ما بنرضاش نستخدمها لأنها هي بتكون صعبة شوية في الذوبان، ولكن عاملينها على صورة جرانيولر أو محبب بحيث أن هي تكون سهلة معها في عملية النصر، وكمان بتكون على الشكل المحبب بحيث أن هي بتبقى يعني بتستمر في الأرض فترة كبيرة، والتلامس بتاعها مع حبيب التربة بيبقى قليل، وبالتالي ما بتتغسلش، لأن بعض الأبحاث الجديدة بتقول إن حتى البوتاسيوم في الأراضي الرملية القوام بتاعها واسع أو المسام البينية بتاعتها واسعة، بيحصل حتى البوتاسيوم بيتغسل فيها مش بس النترات النشادر. تمام، طيب في حاجة مثلا يا جماعة زي دهين، ده برضو بوتاسيوم، بس البوتاسيوم فيه كام؟ 51% ده. دي على فكرة الصورة التجارية يا جماعة. تمام، في صورة أنقى شوية، ودي منها على فكرة ساعات فيه كمان بيكون 48%، مش لازم 50. ودي صورة تقريبا تجارية يعني، فبنستخدمها في السويل بريبريشن زي ما قلت لحضرتك أو تجهيز الأرض. دهين بتبقى 50% اهي، ماشي. بس ده بودر يا جماعه، ده ممكن يستخدم في دي 51% كي تي او اهو اكسيد بوتاسيوم، ده بنستخدمه برضو في الري بالتنقيط او الري بالرش كانجكشن حقن يعني او فرتيجيشن، ولكن وهو برضو بيدوب، ولكن الذوبان بتاعه ما بيكونش قوي بس بيدوب. ممكن نزود الاذابه بتاعته او نزود من الصلاحيه بتاعته بوضع او مع حمض نتريك اللي هو البوتاسيوم صلفيت ده، برضو بنحطه مع حمض النتريك، فبتحول لي جزء منه الى نترات بوتاسيوم، بتكون سهله وسريعه الامتصاص من طرف النبات. الطريقه ان انا عشان ابدا اسمد السماد دهوت مع حمض النتريك، بحط ميه في الاول، بعد كده بضيف الكميه اللي انا عايز اضيفها من حمض النتريك، وبعد كده بحط الكيماوي دهون او السماد دهون، وبالتالي بيكون كويس جدا. ممكن نبيته ليلة وتاني يوم الصبح نسحبه على السماد على طول او على الارض بتاعتي، وحتى من غير حمض نتريك بيمشي برضه حاله ماشي وتمام التمام، ما فيهوش اي مشكله. تمام، النسبه اللي بعد كده بقى اللي هي دي المحببه من طرف النبات، وبيحبها النبات جدا جدا جدا، وبتكون ميسره ودايبه وكل حاجه حلوه فيها، اللي هي البوتاسيوم نترات او نترات البوتاسيوم. التوتال نيتروجين عندك اهون، بتلاقي حضرتك 13.5% هو نيتروجين اهون، 13.5% نيتروجين، بتلاقي البوتاسيوم فيها بيكون 45.5، ودي نترات البوتاسيوم دي افضل
أفضل تسميد للبوتاسيوم من حيث اليسر وامتصاصه من طرف النبات، وتمثيله في النبات بيكون في أسرع ما يكون، هي نترات البوتاسيوم. هي برضو عند حضرتك بالعربي هي نترات البوتاسيوم، بتبقى التركيب الكيميائي بتاعها. على فكرة ده بنعتبره سماد مركب، عشان في نيتروجين، وفي ما فيهوش طبعا فوسفور زيرو، وفي 45.5% بوتاسيوم. تمام. طيب البوتاسيوم بيحصل له نقص شأنه وشأن أي عنصر يا جماعة لظروف ما، فبيحصل نقص عنصر، أو إن أنا في الوقت محدد من الأوقات ببدأ محتاج النبات بكميات بوتاسيوم بكميات كبيرة، فببدأ أضخ الكميات دي، فبعمل إيه؟ السهل امتصير الجدر مش مساعداني، وانا عايز يعني اكون يكون عنصر بوتاسيوم في اعلى درجات اليسر والمستويات وفي النبات عالية، فببدأ اساعد حاجة زي الفولير ابليكيشن، فببدأ اسمد سماد مثلا بوتاسيوم عالي البوتاسيوم. عالي البوتاسيوم ده هو ممكن يكون مخلف على أحماض أمينية أو مضاف له حاجات، طبعا كل شركة لها السر في عملية التصنيع بتاعتها وبتحتفظ بيه بنفسها، ولكن أنا في الآخر كل اللي يهمني المركب يكون كويس، وإن بتظهر النتائج بتاعته بتكون مبشرة يعني على النبات وتكون كويس. البوتاسيوم برضو ده هو قلنا الإضافات الأرضية، السويل أبليكيشن إن كان نثرا أو فيرتيجيشن عن طريق التسميد مع مياه الري. طيب لو عايز فولير أبليكيشن وحصل عندي مشكل، في برضو صور يا جماعة بنبدأ بيها، برضو عندي حاجة زي كده بوتاسيوم، عندي حاجة مثلا زي كده شركة أجروليف دي في بوتاسيوم، هي 20-20-20 ولكن فيها بوتاسيوم، فيها بوتاسيوم يا جماعة. تمام، هي 20-20-20 دي فيها بوتاسيوم، فيها بوتاسيوم تمام التمام، ما فيهاش أي مشكل خالص، بنستخدمها بس الكميات ده هي بتكون في المراحل الأولى من حياة النبات، بحيث إن أنا التلات عناصر عندي بكونوا متوفرين وما فيش أي مشكلة في النقص بتاع أي عنصر فيهم على النبات. فبنستخدمه دايما زي ما قلت قبل كده في الأعمار الأولى من حياة النبات. ممكن يستخدم رش، لأن ده هو أساسا على فكرة ده رش يا جماعة من شركة أجروليف، من أفضل الشركات على مستوى العالم بصراحة. فده بيستخدم كرش على النبات، وممكن يستخدم تسميد، ولكن عشان غالي السعر بتاعه غالي فبنستخدموه رش. تمام، ممكن نستخدمه في المراحل الأولى وفي المراحل اللي بعد كده برضو ما فيش أي مشكلة، ولكن بنفضل إن هو يستخدم في المراحل الأولى في 20 نيتروجين، 20 نيتروجين وعشرين فوسفور وعشرين بوتاسيوم زائد كمان عناصر صغرى فيه، ده ممكن يكون مصدر للبوتاسيوم ولكن قليل جدا. طيب نيجي بعد كده للمركب زي كده، ده مكتوب عليه أهو بالإنجلش أهو هاي بوتاسيوم، تمام مكتوب عليه أهو هاي بوتاسيوم، هاي بوتاسيوم اهو تمام، يعني البوتاسيوم عالي فيه، فتلاقيه 15-10-31. البوتاسيوم فيه عالي جدا، وده بيستخدم في حتى كتب لك فولار في ده هو ماشي، يعني تغذية ورقية، ده بيكون النسبة بتاعته عالية جدا 31 هي زائد عناصر صغرى. بالإضافة كده هم حاطين حاجات جوه، كل شركة زي ما قلت لها شغل في التصنيع بتاعها وليها الحاجات اللي بتحول بتحسن الجودة بتاعت المنتج بتاعها، فبتلاقي كل شركة لها ظروف معينة في التصنيع وبتحتفظ بسرها ده هو، فتلاقي المركب مجرد ما بترشه
بتظهر نتائج، ونتائج حقيقية جدا، بتبقى ملاحظة جدا جدا جدا. وانا عن نفسي، يعني بلاحظ الفرق بين السماد والاخر في غضون 3 لـ4 ايام، اقصى اسبوع، بحس ان في المركب ده هو محترم ولا مش محترم. لاحظ ان انا بتكلم على مركبات، ده عناصر يا جماعة، ما بقولكش احماض امينية والمركب ده اصله هو فيه سيتوكينين وفيه ما عرفتش ايه وهيحيي الميت، كل ده هو كذب اذ لم يفي باحتياجات النبات من 16 عنصر. فكل الكلام ده نصب انا بقولها ولا اخشى فيها الا الله. كل الكلام اللي بتكلموا عليه ده هو انا بحتاج احماض امينيه، احتاج مركب معين يعديني من مرحله معينه او ظروف معاكسه او ظروف اي حاجه إن كانت حصلت لي للنبات، اوكي ما فيش اي مشكله خالص، ولكن ما فيش اي حاجه ممكن تغني عن ال 16 عنصر اللي انا بستخدمهم ده. هم لو ما حطيتش ال 16 عنصر ما تنتظرش اي محصول من النبات بتاعك، حتى لو هتحط تحت كل نبات مركبات من اللي بيتغنوا بيها ديت، ما فيش الكلام ده مش موجود يا جماعه، تمام. بعد كده حاجه زي ديت بس سايله، ميتال وسايت اهي، ده مركب طبعا امريكي، ده بقى له 25 سنه محمل على احماض امينيه طبيعيه. ده البوتاسيوم ده اهو، ده برضه بيستخدم فوليار ابلكيشن او فوليار فيد. دي كانت قصه الاسمده مع البوتاسيوم. على فكره في حاجات عاليه جدا كمان في البوتاسيوم زي كلوريد البوتاسيوم، بس ما ينفعش عندنا في البيئه بتاعتنا بسبب حاجه واحده، ان السولت اندكس فيه او الدليل الملح بتاعه عالي جدا، يعني بتضيفه كانك بتضيف ملح للنبات فما ينفعش. عندي حاجه زي اكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم، اسف، هيدروكسيد البوتاسيوم بيور بيبقى 90% فيه بس، ولكن فيه مشكله برضه ان انا ما اقدرش اسميده لوحده لانه مشكلته في البي اتش بتاعه عالي جدا فوق ال 14، فدي يعني كانك حاطط النبات في بوتاس، فما ينفعش خالص القصه بتاعته دي. فلو عايز استخدم حاجه زي كده بضيفه برضو مع حمض النتريك، ولكن بكون حذر في الإضافة بتاعته، بحيث برضو بحط المية لحد المية قدر معين من المية لحد ما بحط المية قدر معين من المية، بعد كده بضيف عليها الهيدروكسيد البوتاسيوم وبقلبه كويس جدا لحد ما بيبرد، بيحصل تفاعل شوية كده في الأول بعد كده بيبرد. بعد ما بيبرد يا جماعة ببدأ أضيف عليه حمض النتريك على الجدار بتاع البرميل، ويريت يكون برميل اللي أنا بحضر فيه من البلاستيك المقوى، ومعايا ورقة البي اتش بتمني أضيف حمض النتريك لحد البي اتش بتاعه بيتعادل أو حتى يميل إلى الحامضي، ببدأ بعد كده أستخدمه مفيش أي مشكلة فيها، على أساس إن هو أضفت حمض النتريك فبقى نترات بوتاسيوم، وممكن أضيف حمض الستريك فيبقى سترات بوتاسيوم، يستخدم عادي مفيش مشكلة ب3 كيلو للفدان زي الفل، هيعمل لك نتائج كويسة جدا. ولكن استخدام المادة كبيور أو خام كده لا طبعا إحنا بننصحش بيها. دي كانت قصتنا مع عملية المصادر بتاعة البوتاسيوم.